مرحبا، عايش خاصلمة لاباس؟ الحمد لله. سلام لاباس؟ الحمد لله عايش. خد من أرواح مش ده. أنا متخيزة أنجلية، معاونة مشروع وحدي. بنتك؟ بنتي. سلام ريمان الرفاعي، سنة ثامنة أساسي، 13 سنة. مرحبا بيكم. باش نحكيو اليوم على خوف الولي على أبنائه من الشارع. صحيح، ديجا برشا حاجات تبدلت، طيب بين الماضي والحاضر فما برشا حاجات تبدلت، سيرتو اخلاقيا نحكي. قبل ما كناش نخافوا على اولادنا، حتى يبدو في الشارع ما كناش نخافوا للدرجه هذه تاع اليوم. حتى تمشي في الشارع تلقي الناس كل تربي، توا حتى في الشارع ما عادش ينجم يتكلم، حتى تمشي الاخلاقيات كلها تبدلت، حتى السلوكيات نتاع الطفل ما عادش نفس الرياكسيون كما قبل، يحشم ويمشي يروح، توا ولا يحل عينيه ويولي يرجع لك، ما عادش يحشم معناها. هذا اللي راهين. انت مثلا تخاف انه صغارك ياخذوا نفس السلوكيات هذيك؟ بيان سور، كل ام تخاف هي على صغارها، خاطر هو مش اليوم، احنا مش نحكوا على اليوم، اما غدوه هو كي يتبدل سلوكياته اليوم ويولي، معناتها نخافوا من الانحراف، فهمت؟ معناتها غدوه شنو باش يولي لي يعني. انا مش اليوم هو صغير يعمل عمله نعطيه طريحه وكا، اما غدوه شنو باش يعمل؟ من هذا واحد يخاف. الحاجات اللي زدت تخوفك اكثر في الشارع؟ هو كل شيء في الشارع، راه في الدار ما فماش ام ولا ولي ولا اللي هو اللي يخلي يحب ولده في الدار يتصرف بحاجات خايبه، اما برا فما الدروك، فما الدخان مثال، حتى في الافكار اللي الطفل عاده، الطفل واحد اخر ولا افكار خايبه من التلفزة، من الانترنت، هذيك المعضلة الكبيرة، فهمتي؟ وإحنا زاد الأولياء يلزمنا نفيقوا شوية لأولادنا، خاطر ما عادش فما رقابة. أنت مثلا كولية ساعات صغارك يجيبوا لك حاجة هكا أنت ما كنتش توقع منهم ولا لا؟ والله هو شوفي، بالنسبة لنا إحنا نعيش في بلاصة صغيرة، معناتها ديما نسمو أبرك، فهمتي؟ حتى كي باش يعمل لك عامله ديما اخف ضرر من اللي نشوفه فيه في البلايص الكبيره بصراحه، فهمتي؟ انا نسكن في قعفور، اللي سي بحذايا كوليج بحذايا، حتى ولدك يعمل عامله ك معناتها على عينيك، على عيني ويجيك الخبر، معناتها ما يتقيش، فهمتي؟ اما في بلاصه كبيره وين نعرف عليه، هو يسكن في رادس ودرا وين يقرا وين نعرف عليه، باش يبقى والناس الكل تخدم زاد تو، باش يبقى هو واحد يعس عليه معناتها بلاصه لبلاصه. بلاسمون مهم تقريبا، مش بحث المهم غادي هذا، حتى كي ترى المسلسل الاخراني نتاع الفلوجه في اللول كي تفرجنا فيه حاله فمي، معناتها مالقري توا راجلي في التعليم، فاهم؟ مالقري هذايا بقيت حاله نخزر له ونقول له يا اخي هذا موجود في الليسي اللي عندكم ولا العزيز، معناتها ديما البلاصه على قد ما تكون اصغر على قد ما الرقابه اسهل، على قد ما حتى السلوكيات يكون الانسان هو متحكم في سلوكيات، مش كيما بلاصه كبيره حتى يعمل عامله ما يشوف فيه حد، حتى اللي يشوف فيه ما يعرفوش، مش كيما بلاصه صغيره، معناتها الخوف نتاع الطفل هو من نصله باش يعمل العامله تكون اكثر، فهمتي؟ يعني بالنسبه ليك انت دار بحذا الليسي وبحذا الكوليج حاجه مهمه. اخزري انا راجلي مقليبيه ونسكن في قعفور، وبامال دفوا يقول لي نقلوا، قلت له لا بالنسبه لتو خلينا غادي، لان هو اولادنا معناتها يكبروا شويه ويولي يفهم فاش قاعد يعمل، باش نخرجوا وانا خاف بصراحه. حتى انه فما برشا اولياء غافلين على الرقابه. صحيح، فما خاطر مكثر اني قلت لك الحاجه المشكله وين، اللي مكثر الاولياء يخدموا ايش يعمل، هو يبطل خدمته، هاني كل نخرجوا مع بعضنا نوصلوا للليسي بعدنا نمشي نخدم وين نعرف عليه، فهمتي؟ خاطر يمشي يغيب، وحتى الغيابات نورمالمون زاد يلزم فما شويه وعي زاد، حتى من الليسي مع يغاب ولدي يقول لي عليه اللي هو غاب، مش بعد 3 و4 ايام انا باش نجي نلوج علينا كي غاب ولا نسمع من شكون، فهمت؟ يعني ترى انه الوسط المدرسي عنده دور، هي الكل هي راهو يزق رقابه زايده، هي ترى تظفر الجهود الكل، الولي من جهه والوسط المدرسي من جهه، اما هو توا بصراحه الوسط المدرسي حتى هو يقول لك اخي انا استاذ باش نجي نقري ونجي نربي، هو جايني مش متربي باش انا نقعد نعمل في مجهود اكثر من المجهود اللي عندي، يا ربي باش يتحكم فيهم هو باش يقريه الدرس ولا العزيز. كي ترى تصرفات التلامذه مع الاساتذه كيفاش؟ شو بالنسبة أنا نفس التصرفات نتاع الجينيراسيون القديمة
القديمة. ليه ليه وين جنرالز جنرالز القديمة؟ حتى التو المعلم نتاعي اللي قراني كي يبدا هو ماشي من النهج نبدل النهج نحشم، ولا اليوم نقول له سيدي عمري 42 سنة، لليوم نقول له سيدي توا تتابع تمشي قدامه ويتكلم بكلام بذيء، وهذا حصل يعني مش نحكي لكم فاك. مع يبدا الاستاذ يمشي وهو يمشي معاه وبعد يقول نابورت كوا عادي يعني مش كيف كيف، لا شتينا بين الثرى والثري مش كيف كيف. أزمة شنية هنا بالضبط؟ شوفي هي الرقابة من جهة والانترنت والتلفزة، زاد هو كي يبدا يتعبي له مخه برشا سلوكيات واخلاقيات جديده وحاجات من الهندام وانت ماشي راهو هي انت قداش تربي حتى باش تعطيه درا قداش من معلومه وقداش من حاجه معناتها هذه ما يلزمش وهذه هذه هذه وسطر له، هو باش يخرج لبرا كان تفكر منهم وحده راهو بالقدا، فهمت؟ حتى اللي الحاجات اللي لبرا اقوى بيسر من اللي انت قاعد تفرج فيه، فهمت؟ على الهندام انت هندام زاد حاجه مهمه. لا مثلا انا لو كان يجيني تلميذ لابس مقطع ما نقبلوش، انا في اللوي ما نقبلوش في القسم نتاعي. اخي انت الحاجات هذيك البسها لبرا، اما في القسم يلزمك تحترم. قبل كان عندنا يونيفورم نلبسوه، معناتها كي تدخل في المنظومه الداخليه نتاع المؤسسه التربويه يقول لك عندك المنديله 5 سنتيمتر نذكرها 5 سنتيمتر تحت الركب. توا المنديله باحترام هي والسروال معناتها بالقدر، مش كيف مش كيف، ربي يهدي. حتى في صغارك الهندام بالنسبه لصغاري هكا بنتي قدامي قداش من مره في حاجه نقولها عايش بنتي انت بوك ولي بوك مربي سامحني، يلزمك انت تكوني القدوه، خاطر ما تجيش انت تمشي في سروال مقطع وبوك يجي للتلميذ يقول له لا سروالك مقطع امشي روح، فهمت؟ على ذاك ديما نقولها لا بنتي فما حاجات نلبسوهم لداخل في المدرسه وفما حاجات نلبسوهم لبرا مش نفس الهندي، وهذا هو الاحترام الاول لنفس. انا بصراحه يجيني تلميذ مهدرش من فوق اللوطه حتى الكراسه جايه كراسه كاتب فيها الدنيا الكل راهو هكا ولا موجود، يبدا حاطها في سرواله من تالي وسرواله مهدرش وحالته حليله وشعره درا كيفاش معمول ومسبوغ ولا الطفله المكياجيت والحاله وكيفاش نقروا احنا؟ انا قاعدين نعملوا في الفتنه داخل القسم، فهمتي؟ خلي لي كلمه الختام. كلمه الختام نقول كان حاجه واحده، ربي ان شاء الله احنا ساعه يلزمنا نفيقوا لاولادنا ونوعوهم ومعناتها ديما نحكوا ديما نحكوا باش هو كانش ما ترسخ في ذهني بعض مش من الشيء اللي قلته له، وربي يهدي وذاك هو.